إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم في قناة الأستاذ حيقول أسامة لمادة أدب العربي. هذه الحصة إن شاء الله رحين نحل بكالوريا 2018 شعبة الأدب والفلسفة. هذه البكالوريا التي كنا قد تحدثنا عنها وقلنا أنها سوف تلخص لنا القضية الجزائرية. معناها إذا حبيت تدير ملخص للقضية الجزائرية روح البكالوريا 2018 شعبة الأدب والفلسفة. حبيت تدير ملخص للقضية الفلسطينية روح البكالوريا 2018 شعبة العلوم التجريبية. حبيت تدير ملخص لقضية الحزن روح البكالوريا 2019 شعبة اللغات الأجنبية. حبيت تدير ملخص للشعر التشاؤمي روح البكالوريا 2017 شعبة الأدب والفلسفة. معناها البكالوريات أصبحت تلخص لنا، تلخص لنا. معناها أنا كي نروح نراجع بكالوريا كما هذه، رايحة البكالوريا هي أوتوماتيكمو تلخص لي متفاهمين القضية اللي رانا نهضروا عليها. طبعا قلنا بأن هذه الأشياء اللي قريناها في الشعر السياسي لازم هي اللي نخليها حجر الزاوية تاعي، خاصة الأفكار. ما دام اليوم رانا في قضية جزائرية معناها عدنا ثلاث أفكار: دعوة، فضح، فخر، وركم على بالكم واش راني نقصد. بمعنى أفكار هذه قضية جزائرية وهذه تاع قضية فلسطينية. بما أننا راح نتعامل مع قضية جزائرية معناها عدنا هذول ثلاثة. إذا دائما أهم شيء في الشعر السياسي يمكن أن نتحدث عنه هو الالتزام. أهم حاجة في الشعر السياسي هي الالتزام، لأن الالتزام له أسئلة متنوعة خاصة بالعلميين وخاصة بالأدبي. معناها أسئلة متنوعة، قادر يجيك يقول لك عرف الالتزام، قادر يجيك يقول لك هل كان، هو أخطر سؤال قادر يجيك هو لما يستقصيك يقول لك هل كان الأديب في هذا النص ملتزم أم لا، علم. احنا طبعا قلنا إذا كان السؤال هل تعتقد أن مفدي زكريا حقق صورة أديب ملتزم، علل. كيفاش نعلو؟ راح تقول له نعم. ها كيفاش نعلو الآن؟ النزعة الوطنية بحيث تحدث شاعر عن وطنه ويظهر ذلك في قوله وقوله. تصوير المشكل المتمثل في الاستعمار الفرنسي للجزائر ويظهر ذلك في قوله وقوله. إيجاد الحلول اللازمة المتمثلة في الدعوة إلى الثورة وضرورة قيامها ويظهر ذلك في قوله وقوله. معناها تدير هذا على شكل عنوان، تسطر عليه، تفتح نقطتين وتشرحه وتزيد الدين، تمد عليه مثال. احنا قلنا لما يقولك أشرح ومد مثال هذه اختصرناها في لفظة وضح، متفاهمين؟ النزعات، أهم نزعة عندي في الشعر السياسي الوطني التحرري هي النزعة التحررية والنزعة القومية. هذول لازم نكون فهمهم مليح مليح. إذن اليوم القصيدة هذه اللي احنا قرأوها إن شاء الله، قصيدة بكالوري 2018 شعبة أدب فلسفة، الموضوع الأول وهي قلنا ملخص للقضية الجزائرية ككل، وهي ملخص القضية الجزائرية ككل. نبدأ. صلوا على رسول الله. تبع معايا، ركز باش نقرأ قصيدة قراءة جيدة ومن بعدها نتفاعلوا في حلها بهدوء. يقول الشاعر إبراهيم خطاب الزبيدي، وهو شاعر عراقي، وهو قال لكم راه هنا راه شاعر عراقي. لما قال لك شاعر عراقي واش من نزعة راح تكون هنا عندنا أوتوماتيك؟ نزعة قومية. جميل جدا، النزعة تاعنا قومية. يا جماعة كيفاش نشرح النزعة القومية دروك؟ شكون يقول لي ما النزعة الموجودة في نصك؟ نزعة قومية، وضحها، يلا نوضحوها. أن الشاعر قلت لكم لأن الشاعر عراقي ويتحدث عن وطن آخر، وش قلت لكم على هذه؟ هذه خطأ، هذه خطأ. ممتاز، لأن الشاعر يتحدث عن القضايا القومية العربية، ها، وهذا ما يدل على توحد الشعراء في حل المشاكل العربية. ما تقولش يتحدث الشاعر عن وطن آخر، ديجا كلمة وطن آخر إهانة، لأننا احنا وطن واحد، العالم العربي كامل وطن واحد، وهذا ما هذه ما شو معنى النزعة القومية؟ وطن واحد. نمثلوها مثال بدار، أسرة، أسرة فيها خمس إخوة ولا خمس أخوات ولا خمسة من الإخوة. واحدة من الأخوات هذيك أغمية عليها، ها، تقاشات الآخرين، كيفاش راح تكون الرد فعل تاعها؟ تصرح حالة هلع، تصرح حالة استنفار، واحد يجري، واحد عيط الشرطة، واحد عيط الحماية المدنية، واحد يبكي، واحد كذا واحد كذا. لماذا؟ هذه هي النزعة القومية، أن وطن من الأوطان جريح، الأوطان الأخرى وش لازم تدير؟ لازم تستنفر، لازم تتحرك. إذن النزعة القومية ليست الحديث عن وطن آخر، وإنما هي ماذا؟ هي الحديث عن القضايا القومية العربية وكأنها وطن واحد. فهمتوا؟ وعلاش قلنا بأن النزعة القومية هي الحديث عن الوحدة؟ وكلمة الوحدة لقيناها في الكثير 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 من المواقف، في قول مفدي زكريا عقيدتنا في الورى وحدة وأسمى العقائد وحدانية، في قول نزار قباني لو أننا لم ندفن الوحدة في التراب لما استباحت لحمنا الكلاب، وفي قول الشاعر أيضا الجرح وحد في هواها المنزعة
يعني كلمة الوحدة هذه كلمة يتغنى بها الشعراء بحثا ولا رغبة في ماذا؟ في العالم العربي الموحد، العالم العربي اللي ما فيهش حدود، العالم العربي الذي تسوده الأخوة. وفهمتوا المسألة ما فهمتوهاش؟ بالتالي النزعة القومية لما يجيني السؤال لازم نعود أنا مستوعب الفكرة تاعها الشمولية، مانيش مستوعب فكرة وطن آخر، لأن وطن آخر هذا أصلاً إهانة للقضية القومية. فهمتوا؟ إذا نقرأ إبراهيم خطاب الزبيدي رايح يهدرنا هنايا: يا أيها الشعب الأبي تحية. هل قدم في تحية من شعب جزائري؟ نقرأ قبل ما نروحوا نقرأوا السؤال الأول في البناء الفكري. بماذا استهل الشاعر؟ جيد، يا جماعة صلوا على رسول الله. يا جماعة الاستهلال، إيش معنى الاستهلال؟ هو الانطلاق. كاين واحد المحسن بديعي ما تقرأوه شتومة يسموه براعة المطلع وحسن الاستهلال. براعة المطلع هذا من علماء البلاغة يعتبره من المحسنات البديعية. الشاعر دائما يبدأ بالأمر العظيم، لما تكون حاجة عزيزة عليه بزاف يبدأ بها. وبالتالي كانت عندنا المقدمات الطللية والمقدمات الغزلية، لأن هذيك المكان يمثل شيئا كبيرا بالنسبة إليه. ويكت يبدأ الشاعر بحاجة لما تكون عندها مكانة عظيمة جدا. كنا هضرنا عن مفدي زكريا قلنا فلسطين يا مهبط الأنبياء، بدأ بها معناها لها مكانة عظيمة. إذا بدأ بحاجة رأى لها مكانة عظيمة، هنا بدأ بشعب جزائري فهو له مكانة عظيمة. راح يسقطين عليها أكيد سؤال: يا أيها الشعب الأبي تحية، تحية أنت الحسام الصارم البطار. أنت يا الحسام، إيش معنى الحسام؟ القاطع البطار، وصيغة مبالغة، المبالغة للقطع، معناها سيف قوي. يا أيها الشعب الأبي تحية أنت الحسام الصارم البطار، فيك الخلود وأنت أنت رجاؤنا. كيف خلد الشعب الجزائري؟ خلد عن طريق القيم التي تبناها، أخلاق اللي دارها اللي هي التضحية وكذا. احنا مازلنا نحكوا على الشهداء اللي ونبقاو نحكوا بهم الى يوم الدين. لماذا؟ لانهم قدموا هذا خالد، شعب خالد. انت للتوكيد والالحاح والتقويه والتوضيح، فهمني؟ لان كرر كلمه انت فيك الخلود وانت رجاؤنا. يا ايها المقدام والمغوار، تمام؟ يعني الشعر قدمه هنا تحيه للشعب الجزائري العظيم، وابتدا بها، وذلك لأن الشعب الجزائري قدم بطولات عظيمة جدا. وقد قلت لكم سابقا بأن الثورة الجزائرية هي أعظم ثورة في التاريخ الحديث، أعظم ثورة من ناحية التخطيط، من ناحية التنفيذ، من ناحية التفكير، من ناحية التمثيل الدبلوماسي، من ناحية الهيكل المؤسساتية. وتعرفوا هذه بعد قرأوها في الاجتماعيات مع أستاذ منير العمري، صح؟ يا أيها الشعب العظيم تحية أنت الحسام الصارم البطار، فيك الخلود وأنت رجاؤنا. أنت الرجاء، لأنك إذا استقلت الجزائر تستقل الدول العربية أخرى، لأن الجزائر هي التي كما يقول مفدي زكريا: وثورتنا نقطة الانطلاق. شو معنى ثورتنا نقطة الانطلاق؟ معنى إحنا اللي بادرنا وبدين. ها جيد. ويكنا يا أيها يا أيها المقدام والمغوار، يا من أبى خصف الطغاة بثورة. يلي رفضت الخصف هو الظلم، الطغاة ظلم الظالمين. كيفاش عبر الشعب الجزائري على الرفض بالثورة؟ أبى هي رفض. يا من أبى خصف الطغاة بثورة فياضة برد الظنائع صار. أنا ثورة فياضة تفيض على الظلم، تفيض كذ، يعني إعصار جاء على المستعمر الغاشم الذي فهمتم السلام. كيف عبر الشعب الجزائري عن رفضه؟ عبر بالسلاح متفهمين؟ يا من أبى خصف الطغاة بثورة فياضة برد الظنا، تفيض على الظنا، تفيض على الظلم، تدمره تدميرا، إعصاره. باش قالوا سر، مشي، روح، رانا معاك. وسر في دعوة إلى مواصلة الكفاح، ودعوة إلى مواصلة الثورة، لأنها الطريقة الوحيدة لاسترجاع ماذا؟ السيادة. وتعرفون المثل المشهور: ما أخذ بالقوة. معناها وش من نزعة عندنا هنا؟ يا جيد، نزعة قومية في البداية، لأن الشعر يتحدث عن القضايا ما نزيدوش تعاودوا لي الشعر العراقي يتحدث عن الجزائر، هذا مش نسمعها.
لأن الشاعر يتحدث عن القضايا القومية العربية ويأمل في الوحدة العربية. النزعة اللي موجودة في البيت تاع السر هي النزعة التحررية من خلال الدعوة إلى تمت. وش قال له سر معناها واصل كمل، شو تكمل وش تواصل وين تروح؟ وصل الثورة. سر فالعروبة في ركابك واستعر، سر امشي رانا معاك، العرب رانا معاك، العروبة في مدام سر فالعروبة في ركابك واستعر، فالصلب لا تثنيه إلا النار. أنا المقصود بالصلب هنا هو فرنسا استعمار، والنار هو الشعب الجزائري. الصلب ماذا تثنيه؟ ما الذي يغلبه ويدمره؟ النار. سر فالعروبة في ركابك واستعر، فالصلب لا تثنيه إلا النار. وبعد وش تعاود؟ قال سر، يعني كلمة سر هي مكررة، وهذا يدل على إلحاح على ماذا؟ وش قلنا دلالة التكرار اللي راكم شايفين؟ الإلحاح ودور التكرار. وش قلنا؟ الربط. إذا دلالة التكرار هي الإلحاح على الفكرة، ودوره هو الربط بين أجزاء النص. أي والله كنا سر أيها الشعب العظيم فإننا، مشي روحي أيها الشعب العظيم، فإننا جئنا إليك وقلبنا فوار. ولعل أن الشاعر راكم تلاحظوا في واحدة الملاحظة هنا بصح ماكم مش فايقين بها، أن الشاعر راه يقول فإننا، مش حب يقول معناها راني معاكم، رانا احنا مش انتوما، رانا احنا مش انا، رانا احنا. هذا يدل على النزعة القومية، يدل على الوحدة العربية. اذا الوحدة العربية هي ما نأمل اليه وما نريده في الحديث عن النزعة القومية. سر فالعروبة في ركابك واستعر، فالصلب لا تثنيه الا النار، سر ايها الشعب العظيم فاننا جئنا اليك وقلبنا فوار. جئنا لنقدم الدعم اليك. وقد كنا قد تحدثنا عند مفتي زكريا، قلنا أن الشعوب العربية قد ساعدت الجزائر، ودرناها في فكرة الفخر بالعرب بالنسبة للقضية الجزائرية. أما إذا كنا في القضية الفلسطينية خذلان العرب. الفرق بين القضية الجزائرية والقضية الفلسطينية أن هناك فخر بالعرب، في القضية أخرى خذلان العرب. نواصل أقرأ لي البيت اللي بعده. من بعد الآن أصبح الشاعر، الآن راكم تلاحظوا مازلنا في نفس الفكرة ولا تغيرت الفكرة؟ كيفاش تغيرت؟ كيفاش عرفتي تغير؟ لأننا كنا نهضروا مع الشعب الجزائري، والآن مع مرنا راحين نهضروا، وبالتالي هنا تغير الفكرة. معناها إذا كنت راح تقدم، عفوا تقسم النص إلى وحدات فكرية، كاين تغير في الفكرة، وبالتالي راح ثاني تدير فكرة أخرى. تمام، تغير في الضم. سننال صرحك يا فرنسا. إيه؟ جيد. سننال صرحك يا فرنسا، إننا لا نستكين ومجدنا ينهار. لا نستكين بمعنى لا نستريح، لا نستطيع أن نستريح ونقعد، وأنت تدمرين مجدنا وتحطين من قدرنا. نحن لا نستريح، نحن لا نستطيع أن نقعد، وأنت تفعلين بين الأفعال، ولذلك سوف نتصدى لك. ولكن هذا وعد أننا سننال صرحك، معناها رايحين ندمروك يا فرنسا، استنينا برك. سننال صرحك يا فرنسا، إننا لا نستكين ومجدنا ينهار. سترين غيدك والكمات خوادما. سترين غيدك، سترين نفسك، ها؟ سترين شأنك، نعم عفوا، سترين شأنك والقيود ثقيلة في ساعديك فحتفك الأبرار. معناها سترين شأنك يا فرنسا غدا والقيود في ساعديك، معناها سنعيدك إلى نقطة صفر. لا، مش نقطة صفر، سوف ندمرك وسوف نعيدك ذليلة خاسئة تجرين أذيال الهزيمة والقيود في ساعدك. من هذا واحد، ها؟ سننال صرحك يا فرنسا، إننا لا نستكين وصرحنا ينهار. وبعدش قال سترين شأنك والقيود ثقيلة، سترين شأنك والقيود ثقيلة في ساعديك فحتفك الأبرار. سوف تلقين حتفك على يد العظماء والمجاهدين والأبرار. كملوا. إيه فرنسا، شو هذا؟ إيه فرنسا، معنا استنى يا فرنسا، أصبر يا فرنسا. إيه فرنسا يا رذيلة. وأنا كنت قد حدثتكم أن لما نعود نتعامل مع المستعمر لازم نتعامل معه بأشد أنواع السباب والشتائم. سب وشتم ما تحشمش عادي. قال برد قل. وكنا قد رأينا ذلك عند مفتي زكريا في قوله
ورماك الزمان بكل لئيم زنيم من الفئة الباغر. هذا من أشد أنواع السب والشتم الذي تعرفنا عليه في الأدب العربي. هذا ثاني قالها يا رذيلة، والرذيلة راكم عارفين وش معناها، رذيلة يعني ها ها نعم إيه فرنسا يا رذيلة إن بعد إننا في ساحنا لا يربح الغدار اللي هو أنتية. الساحة نتاعنا ما يربحش فيها الغدار، أكيد يربح فيها الشريف، يربح فيها القوي. وراه في ما تنسايش راكي في ساحنا. شو معنى في ساحنا؟ راكي في بلادنا، ما مالهاش في الساحة تاعك، راكي عندنا. لا يربح الغدار. كملوا. سترين غيدك والكمات خوادما ها ورجالهن بنارنا قد، بمعنى سوف نقضي عليك ورجالكم سوف يقضي عليهم رجالنا وسوف تصبحين خادمة عندنا. فهمتم المسألة؟ نواصل. الغيد، الغيد لا مش الغيمت، الغيد لا لا أنا عارف شرح تاعها. الغيد والكمات، الكمات هما الشجعان، الغيد راها على رأس لساني دوكا في نهاية القصيدة نقولها لك متفهمين. سترين غيدك والكمات خوادما ورجالهن بنار قد اللي بعدها هذا جزاء من؟ هذا جزاء الغادرين إنهم معناها ختلوا الحقوق، خانوا وغدروا. الله تعالى مختال فخور، معنى مختال؟ مختال هو المختال، هو المخادع والشرير والماكر. ها إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال هو المخادع الذي يفتخر بخديعته ومكره. ختلوا الحقوق يعني خانوا الحقوق. بعدها فكبلت أقطار، أقطار هي أوطان، قطر وطن، أقطار أوطان، وكبلت بمعنى استعمرت، كبلة معناها قيادة، معناها لما أنت غدرتي الحقوق استعمرتي الأوطان يعني، وليست الجزائر وحدها بل استعمرت المغرب وتونس واستعمرت لبنان واستعمرت غينيا الفرنسية. فرنسا كانت دولة استعمارية تعيش على الدماء وما زالت كذلك، فهي ما زالت تعيش على الدماء وتنهب خيرات الشعوب وتنهب ماذا؟ تعيش على هكا كال لوغراد هذاك البق تعرفوا هذا الذي يعيش على الدماء. ناس لا يعملون، ناس كسالى لا يعملون ويعيشون على استلاب واستنهاب ثروات الآخرين. ها هذه هي فرنسا من بكري هكذا فرنسا متفاهمين؟ صح. لي بعدها الشعب الجزائري لا يلين بكيد من؟ بكيد المستعمرين. شعب الجزائري لا يلين بكيدهم سيظل في ساحل الوغى، أنا سيظل يضحي ويقدم تضحيات تلو التضحيات من أجل استرجاع وطنه. سيظل في ساحل الوغى إيثار حتى ينال حقوقه هو والعرين. ما هو بيت الأسد؟ وبالتالي شبهنا شعب الجزائري بماذا؟ بالأسد. حتى ينال حقوقه وعرينه كي يستكين من اللظى الأحرار. صح. أنا أعتقد أن هذه القصيدة توفرت فيها الأفكار اللازمة الدعوة إلى الثورة، يعني متوفرة وواضحة، فضح المستعمر واضحة، والفخر بالشعب الجزائري واضح جدا. إذن النزاعات الموجودة في هذا النمط، نزعة حرورية، نزعة قومية، لا وجود للنزعتين. هل تعتقدون أن الشاعر هذا كان ملتزما؟ علل. النزعة القومية أشرح، حيث تناول القضايا القومية العربية ومن أبرزها قضية الجزائرية، ويظهر ذلك في قوله وقوله. تصوير المشكل المتمثل في ماذا؟ استعمار الفرنسي في الجزائر، ويظهر ذلك في قوله فرنسا. إيجاد الحل المتمثل في ماذا؟ الدعوة إلى الثورة، ويظهر ذلك في قوله سر في العروبة. بالتالي أهم شيء يجب أن نتحدث عنه لحظة هو هذا اللي لازم نربطه. ماذا قلنا هذا واسمهم؟ هذا التعليل. لما يقول لك هل تعتقد أن مجد زكريا علل
ولا هل يندرج ضمن الأدب الملتزم؟ هذا نظرين، هذا يسموهم مظاهر التزام، يسموهم خصائص التزام. والله التعليل اللي تعلل به للالتزام. تفضل والو تعلل لي بوحدة برك، نزعة القومية ولا الوطنية؟ قومية. السؤال اللي بعده، وعدنا نزعة الإنسانية في الشعر الاجتماعي، أنا ما درناهاش لأن هذا شعر سياسي. ما هو مدلل الشعر؟ ها؟ الشعر. تفضلي. ما ها؟ بما استهل الشعر قصيدة؟ تفضلي. استهل الشعر قصيدة هو تحية للشعب الجزائري. إيه؟ وإن الله يكتب قولي إلى الشعب هو الأمنية الجزائرية، ويدل ذلك على أهمية وعمل الشعب الجزائري. ممتاز، رائع. أعطوني إجابة أخرى. وش قلتي؟ إذن أعطوني إجابة. تفضلي. استهل الشعر. كملي. استهل الشعر قصيدته بإلقاء تحية للشعب الجزائري، ويظهر ذلك في قوله يا أيها الشعب الأبي تحية، وذلك ما يدل على أن الشعب الجزائري يحظى بمكانة مرموقة في البلاد العربية. ممتاز، رائع. بداية كانت موفقة جدا، وبالتالي ماذا؟ أنتم لن تكتبوا شيئا. أو نكتب؟ نكتب أم لا نكتب؟ شكون اللي يقول نكتب يرفع يده؟ شكون اللي يقول لا نكتب يرفع يده؟ إذن الأغلبية قالت لا نكتب، وبالتالي الأفضل أننا نجاوبوا شفويا، وبعد ذلك تجاوبوا في الورقة إجابة وتجيبوها لي نصحح لكم ونعطي لكم علامات، أفضل من أننا نكتب وما تدوش علامات. أنا إذا كتبت أنا راح نعطيكم إجابة تاعي. إذن الإجابة هي كما قالت زميلتكما، الزميلتين وش قالوا؟ والله الزميلتان وش قالوا؟ استهل الشعر قصيدته بتقديم تحية الشعب الجزائري العظيم، ويظهر ذلك بقوله يا أيها الشعب الأبي تحية، عياط عليهم رقا، فيظهر ذلك في قوله يا أيها الشعب الأبي تحية، ويدل ذلك ماذا على عظمة الشعب الجزائري في نفسية الشاعر وفي نفسية العرب، وأنه كما قلت منكم يحظى بمكانة مرموقة في الأوساط العربية. لماذا؟ وذلك للتضحيات التي قدمها. الحمد لله سلام دواش. وعدهم شوف إحنا شوف إحنا لو أننا رحنا شفنا بكر، ركز قال لك عياط، قال لك هذا التعريف راه بارا، هذا السؤال راه باراغراف موش هي. نعم يا جماعة، إحنا رانا خرجنا من مرحلة الإجابات الستوندار والإجابات البسيطة السطحية إلى مرحلة التعمق، ومازال عندنا التعمق رقم 2. يعني أنا بعد رانا نزيدو نتعلمو تعمق أكثر من هذا. كنا نروح نشوف بكالوري 2018 شعبة الأدب والفلسفة الموضوع الثاني، نلقاو جميع الإجابات تفوق 8 أسطر، كل سؤال فيه 8 إلى 9 أسطر بس بالورقة تاع الستيلو، مش بالورقة تاعهم فيها 6 أسطر 7 5 6، بمعنى بالورقة تاعك تخرج في 8 أسطر، كل إجابة فيها 7 8 أسطر. خلاص خرجنا من المرحلة السطحية، دخلنا في مرحلة التحليل والمناقشة، مرحلة التعمق. بكالوريا خلاص تطورت، بما أننا والحمد لله ذكرنا تعلمنا الحكم والتعليل والتمثيل، وأصبح عدنا قدرة على الإجابة بالمعايير المعروفة أدبيا ولا نقديا، إن شاء الله يكون خير. سؤالي بعده صفية، دلالة خلاص قلنا عظمة الشعب الجزائري. صفات الضاهة والعظافة، ما الصفات؟ صفات عادي، أعطونا صفات. الصارم، البتار، المقدام، المغوار. هذا سؤال طفل في السنة السادسة ابتدائي يقدر يجاوب عليه، معناها ما توقفوش عنده. سؤال اللي بعده، شفتوا ساعة يعطوكم السؤال الكادو هذاك، قال هذا هدية من عدن، هذا الهدية عليه نقطة. ولا تفضلي. على ما حث الشعب الجزائري في البيتين الرابع والخامس. وذا اسمعني زين، عاودي لي السؤال. على ما حث الشعب الجزائري؟ الشعب الجزائري في البيتين الرابع والخامس. يا جماعة في البيتين الرابع والخامس راه يقصد لك في حاجة. ممتاز. يدعوهم إلى مواصلة الكفاح. على جميل جدا، على مواصلة الكفاح واعتناق الثورة. هذا يسمى النزعة، النزعة التحرك. وهذا ما يظهر في قوله، ولكن هنايا
كون نقولوا يظهر في قوله سير فالعروبة في ركابك، كون نقولوها سطحيا، هنا نقولوا احنا تعاملنا معها بشكل سطحي. هو اكسبري في السوجي عاودها لك زوج مرات، واكسبري في السؤال قالك البيتين الرابع والخامس باش يفوقك باللي راها مكرر زوج مرات يا محمد. انت ثاني لازم في الاجابه تشير الى انها مكرره مرتين باللي السي المصحح راني فايق بيك، راني عارف شك تحوز راك حاب تقول لي باللي السيد راه ملح على ضروره القيام بالثوره. جميل جدا، اذا اعطوني اجابه كامله دخلوا فيها الالحاح ودخلوا فيها الاسماء. على لا 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 مازال حث الشعب الجزائري على مواصله الكفاح، ويظهر ذلك في قوله جيد سير فالعروبة كما أن الشاعر يلح ويؤكد إذ يلح الشاعر عودي كما أن الشاعر يلح ويؤكد على مواصلة الكفاح من خلال تكراره لكلمة سر من خلال تكراره لكلمة سر إذ علل علاش قالك علل ولا ما قالكش علل ما قاليش علل بس أنا أوتوماتيك مو لازم علاش قولي لي علاش شكون يقول لي علاش فضلي لا لا مش تعليل هذا تمثيلك جبتي لي من النص لا لا علل من عندك هيك ما عارفين ممتاز قولي شنو هي إذ أضحت الثورة السبيل الوحيد لنيل الاستقلال هذه الإجابة إذن إجابة راح نجمل الإجابة تاعكم ونحطها في إجابة واحدة هي حث الشاعر الشعب الجزائري على ضرورة مواصلة الكفاح المسلح وهذا ما تعكسه القرينة الصريحة سر المكررة مرتين مما يدل على إلحاحه على هذه الفكرة إذ أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بها. عاودوا الإجابة ركز معي راكم فاهميني وش قلت حتى الشاعر على ضرورة الكفاح المسلح ومواصلة الثورة وذلك من خلال القرينة سر المكررة مرتين مما يدل على إلحاح الكاتب على فكرة الكفاح إذ أنه ما أخذ بالقوة هذا التعليل إذ أنه ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد إلا بها. سؤالي بعده ما المخاطب بيت السادس وما يسعاله هذا ما تعرفه فرنسا برك جيد المستعمر الفرنسي ما نقولوش فرنسا أنا كإذا قلت فرنسا فأنت ترفع مش أنيها وهي مستعمر هنا صح ويظهر ذلك في قول فرنسا إيه؟ بما يتوعدوا جيد جدا استعمار جاي من كلمة عمارة نقول المحتل الفرنسي يعني أن نقول المستعمر الفرنسي أن أعلن من سمعوا الفكرة هذه عاودي شطاش كيفاش الناس كيطلع لنا النيف والله يبارك راه عاود كنقول المستعمر الفرنسي علينا من شأنهم لأن المستعمر جاء من كلمة عمارة وهو الدعم والأرض الجزائرية وهم على العكس قاموا بمجازر في الأرض الجزائرية ممتاز نقول المحتل الفرنسي وليس المستعمر أعطوها تصفيقة حارة جيد جدا إذا نحونا كلمة مستعمر دون كلمة محتل بارك الله فيك إذا المحتل الفرنسي قالت لك إذا قلنا المستعمر أنا رأينا لينا لا مش أنا لأن المستعمر من عمر يعمر تعميرا وهو لم يعمر بل دمر عيط قال لكم المستخرب جميل جدا صح اللي بعدها إذا المخاطب في البيت الخامس هكذا البيت السادس والسابع هو المحتل فرنسا الرذيلة ولا اللئيمة وأنا كنت أقول لكم إذا حقتوا الفرنسا لازم يعني تسبوها سبا ذريعا كما سبها الشاعر تتبع الشاعر وش قال قال من اللي قال 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 الشاعر أنا خاطي فرنسا الرذيلة ويظهر ذلك في القرينة الصريحة يا فرنسا ويتوعده الشاعر بنهاية ذريعة بنهاية ذريعة وخيمة تجر فرنسا من ورائها أذيال الخيبة وتوعده بنهاية وخيمة ذريعة تجر فرنسا من ورائها أذيال الخيبة والهزيمة جيد سؤالي بعده ممتاز هذا كنا قد تحدثنا عنه في الحصة السابقة الأغراض وهذا السؤال قلنا بأنه سؤال ثابت يلا إيمان ما الغرض الشعري ما الغرض الشعري؟ الشعر السياسي الشعر السياسي الشعر السياسي تحرري ويكس
وقتاش نقولوا الشعر السياسي التحرري؟ وقتاش نقولوا الشعر السياسي الوطني؟ شكون اللي يقول لي؟ على حساب النزعة اللي راها عندي، النزعة اللي راها عندي هنا ضرب الحرورية، إذن شعر سياسي تحرري. لو كان جات عندي نزعة وطنية شعر سياسي وطني، صح. السؤال اللي بعده الآن ننثر الأبيات، أعطونا البيت الأول، شكون ينثر لي البيت الأول؟ انثر مباشرة بدون تفكير، يلا سننال صرحة كيا فرنسا، انثر لي هذه، شكون ينثرها؟ روحي منال انثري ديركت، حنان انثري بدون تفكير، سننال صرحة كيا فرنسا، غيري شوية أشرحي البيت وديماري. هيا نعطيكم البداية، يا فرنسا الخبيثة، راه هذا ما نعرف أنا. سنهزمك وسنجعلك تجرين أذيال الهزيمة. لي بعدها، لي بعدها. وسوف نعيدك إلى نقطة الصفر بل وأكثر. سنجعلك تقيدين بقيود ثقيلة. سنجعلك على يد أحرارنا وكذا. بمعنى أنت تعود تنظر وش تدير؟ أولا تحافظ على الضمير تاعك. هيا تحافظ على الضمير. الضمير أنا يبقى أنا، نحن يبقى نحن، أنت يبقى أنت. تحافظ على ترتيب الأفكار وتشرح. تكسر الوزن، تقدم وتوخر، تزيد موضيفي، تنقص زيد. تشرح القول بارك، هذا مكان. السؤال اللي بعده. لا مازال وين بين اللغة يروح للنمط، شنو كاين النمط ولا ما كانش في القصيدة؟ أني زايد سؤال النمط. وين من هذو ثلاثة النمط الواجد؟ جيد، نمط وصف عرفته. أعطوني أفعال مضارعة. علل علل، يلا شكون يعلل؟ حبس حبسي. جيد، كثرة أوصاف. زيد. لا خطأ، مش هذا التعليم. لا ما نعلوش هكذا، لأن الشاعر يصف لنا بطولات شعب جزائري. هذا هو هذا هو التعليم. جيد، أهم القيم التي تمسك بها. ممتاز. هيا روح أعطوني الأفعال المضارعة، أعطوني سجولات لهذا. سترين، نستكين، سننال. ممتاز، كافي جدا، كافي جدا. أعطوني جمل إسمية. يا أيها الشعب. زيد منا ثاني في العجز ثاني، مش شعب أنت. جميل، أعطوني صفات زوج ولا ثلاثة. حسام صارم. خلاص انتهى انتهى انتهى. السؤال اللي بعده. سمي الحق أحرار ثائرون. شكون الشعب الجزائري؟ هذا الحق تعمل تاع الشعب الجزائري، حق الشعب الجزائري، صح. عين المسند المسند إليه. القيود ثقيلة. القيود مسند إليه. كيف اكتشفتها؟ على مرة هذه من ناحية قواعد، بصح من ناحية أخرى، من ناحية فهم. على مرة أنا نهضرو على القيود هي المسند إليه. يلحق وقته تقرأ. جيد، صح. سؤال اللي بعده. إعراب، يلا. مضاف إليه. جيد، يجمع يا أخي. قلت لكم باللي أي كلمة نكرة أي كلمة معرفة قبلها كلمة نكرة، هذه راها مضاف إليه. كيف نعرفه؟ هي معرفة وقدامها نكرة. كما برد الظن، الظن معرفة ولا لا؟ لا، ورد نكرة، إذن مضاف إليه. يلا، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة التعذر. جيد. سؤالي بعده. الشعب بدل. يخي قلنا، يخي قلنا أي كلمة بعد أيها هذا يتعرب بدل. وين نلقاو أيها هذه كم؟ كاين اللي يقول لك هذه ديرها لي إذا كانت ب وشني؟ إذا لا لا نكرة، مستحيل تجي نكرة هنا في الحالة. إذا كانت مشتقة فهي صفة، إذا كانت جامدة فهي بدل. إحنا في البكالوريا نتعامل مع الجامدة فقط وبالتالي هي بدل. حتى الساعة جات قبلا. جملة الأولى صلة الموصول. الجملة الثانية ماذا؟ رفع خبر للمبتدأ. وين المبتدأ؟ شعب. ممتاز. اسمع خلوني قبل نلحق بكم، راكم طرتوس. خلوني نشوف الجملة بالأقل برا. شعب. هاي خبر صحيح، روح صحيح. اللي بعده. قطع البيت.
وهنا بحر الكامل، بحر الكامل شكون يحافظ اللحن تاعو؟ يا ايها الشعب الابي تحيه انت الحسن. حنان روحي لحني. يا ايها الشعب الابي تحيه انت الحسن. ممتاز. اذا مادام ملحن هكذا، اذا بحر الكامل، هذا بحر الكامل واضحة. زيد نرجع للصورة بيانية. مجدون ينهار استعارة مكنية. كيفاش عرفتوها؟ كيفاش عرفتوها؟ كاين فعل وهناك المشبه به محذوف، والزوجة وشني العروبة في ركابك كناية عن ماذا؟ عن الدعم والوحدة. صحيت بصح الوحدة ما يديروش حدا، خاطرك شي وحدة يبان وحيد. عن الدعم والمساندة، فهمتوها؟ هكذا خير. هذا راني فهاني لحقت الفكرة تاعكم هي التوحد وكذا. حتى التوحد مش مليح، هذا مرض التوحد زعما. شغل ديروا ها فهمتوا المسألة؟ الاتحاد أفضل حاجة، ديروا الاتحاد. خاطرك دير التوحد يقول لك السيد توحد، الوحدة وحيد. هيا دير الاتحاد. طب هي كناية عن الدعم والمساندة، فهمتوها؟ صح. نروحوا قبل المشبه، يلا استعارة. المشبه هي مجدنا، المشبه به جدار، القرينة يلا. إذن تجسيد ولا تشخيص؟ تجسيد المجد في صورة جدار لتوضيح ماذا؟ ديما نديروا لتوضيح. مثلا افترس الملاكم خصمه، هي استعارة ولا لا؟ نبين قوة الملاكم. هنا تجسيد الملاكم في صورة وحش لتوضيح القوة، فهمتوا؟ وبالتالي هنا لتوضيح اندثار والسقوط. الكناية، الكناية قلت لكم في البلاغة تاعها تأتيك. وش قلتوا لي؟ حقولنا نقوله تأتيك بمعنى، نخلو هنا المعنى مصحوبا بالدليل. هذه كناية، هذه تبقى ستوندار، تبقى هذه تتبدل إذا كان وش لقينا في كناية هنا؟ كناية عن ماذا؟ المساندة. تأتيك بمعنى المساندة مصحوبا بالدليل. كون جيت خجل هنا تأتيك بمعنى الخجل مصحوبا بالدليل، فهمتوها؟ ديما هكذا. هيا يلا السؤال اللي بعد. وي تقويم النقدي، يلا. قيم التي تبنى التطور الجزائرية، قال هي شجاعة، إخاء، حب الوطن. زيدوا. مدى تجاوب شعر عربي مع وقد تجاوب، هذا سؤال ثاني، تجاوب الشعراء العرب معها بشكل كبير جدا. من بين الشعراء الذين تغنوا بثور الجزائرية إبراهيم خطر الزبيد، سليمان العيسى، شفيق كمال نزار، قباني. ونقدروا حتى نديروا نديروا كاين شعراء آخرين نسيتهم برك. صح. أعطوني بعض الأبيات، أضرب أمثلة مما درست، نعطيكم البيت ثم كملوا. إن الجزائر كمل وقطعة في الكون. جميل جدا. هذا بالنسبة للثور الجزائري، هذا الأول. نعطيكم بيت واحد آخر، جزائر ويالا يا ما مطل المع. أنا قلتكم جزائر ويالا حكايتهم. أنا لازم نتراجعوا الأبيات اللي قريناهم وحفظناهم باش نمثلوا دائما بهم. وقلت لكم بأن سأحفظوا لي من كل قصيدة بيت ولا بيتين باش دائما نمثلوا بهم. نحاولوا نحفظوا هذا البيت. يا أيها ما تخسرش الورقة، أغلب الورقة. عاودوا مع بعض بالصح. عاود. ممتاز، جميل جدا. صفية عاودي. أبيو أنت الحسام وصام. دائما الزاوية، رانا في الزاوية، رانا في الزاوية. جماعة دائما أنصحكم بي كل ما نقرأ قصيدة أحفظ قلبي الأول ولا زوج، أنا دائما نحفظها لكم أنا يعني، ولكن باش تستشهد بها في البكالوريا هو يطلب منك في تقويم نقدي تستشهد. بالنسبة للأدبيين واللغات العلميين ما كان تعب راك. فهمين؟ صلوا على رسول الله. وين أمي مغارة تيمش؟ هم راهم قارين هم. علاش دوك نلقاو لك حل إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. نتلقى الحصة الجاية. تحية.